اهلا بكم من جديد. تراجعت اسعار الذهب بنحو 30 دولارا خلال تعاملات اليوم مع تحسن شهيه المخاطره وفي اعقاب اعلان بيانات اقتصاديه وايضا اجتماع الفيدرالي. هذا الهبوط كيف يمكن ان نقراه؟ سنعرف ذلك من خلال ضيفي الذي ينضم الينا عبر سكايب، الدكتور محمد الغباري المحلل الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. ومجلس الذهب العالمي اعلن اليوم تراجع الطلب على الذهب بنحو 11% خلال الثلاثة أشهر الماضية، كيف تنظر لتحركات الذهب في الأسابيع المقبلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إحنا لو لاحظنا إن الذهب استمد قوته الفترة اللي فاتت بسبب ضعف الدولار الأمريكي. هنلاحظ إن الدولار الأمريكي وجود معدل الفائدة عند المستويات الصفرية اللي هي لا تتعدى 4%، بالاضافه كمان ان السياسات التحفيزيه الماليه اللي بتتبناها البنك الفدرالي الامريكي ده بيؤدي الى ضعف الدولار الامريكي لا شك، بالتالي هيدي فرصه اكتر للذهب انه يرتفع. حتى وان كان هناك بعض الاخبار السلبيه، ويمكن هنشوف حتى ان الذهب لم يتجاوب سلبيا بسبب هذه الاخبار، هتلاقيه اخذ بعض الاتجاه الافقي او بعض التذبذبات صعودا وهبوطا. الحقيقه دايما الذهب عند كل مرحله ارتفاع بيبدا يتخذ الاتجاه الافقي لبعض الوقت. هنلاحظ دلوقتي ان هو بيتداول ما بين منطقتين، منطقه ال 1940 كمنطقه دعم وال 1980 كمنطقه مقاومه، بالتالي هذه المنطقه لكن على المدى الطويل الذهب في ارتفاع. طالما احنا يمكن لو اخذنا بالنا امبارح من اجتماع الفدرالي الامريكي امبارح، نعم، وتصريحات جيروم باول واللي صرح فيها ان الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بها الولايات المتحده الامريكيه والاقتصاد العالم يمكن هياخد وقت طويل حتى يتعافى. يمكن شفنا ان خرج الاجتماع بدون اي اجراءات اضافيه، نعم، لم تذكر. يمكن شفنا كمان ان ثبات معدل الفائده، فطبعا زيادة ضعف الدولار. يمكن شفنا هنشوف دلوقتي لو رجعنا التحركات الحالية للدولار، هنلاحظ ان هو بيعاني من المزيد من الضغط الحالي، وده هيدي فرصة اكتر للذهب من الصعود. يمكن شفنا كمان دكتور محمد الغباري، اشكرك شكرا جزيلا. يجب ان نتوقف هنا نظرا لضيق الوقت، وكل عام وانت بخير.